بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات.
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله بسم الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.